السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكون أموركم كلها على خير. اليوم غنشارككم مجموعة من الأشياء المختلفة اللي كتباع في إيكايا بأثمنة رخيصة بزاف وأمام طون جودة ديالهم ممتازة، وغير بمبلغ متواضع يمكن لكم تشريو مجموعة مهمة من الأشياء سواء للمطبخ أو الديكور، ويمكن لكم توظفوهم ماشي غير في حاجة واحدة ولا. فعلى سبيل المثال كاين هاد الموزع الصابون من الزاج، يمكن لكم تحطوه في الحمام أو في المطبخ باش تغسلوا الأواني أو حتى تديروا فيه كريمات العناية بالبشرة. وكيف ما كتعرفوا فالزاج كيبقى حسن 100 مرة من البلاستيك، وبلا ما نبقاو نحلو ونسدو في البواط أو القريعات الكريم، فكيكون هذا بلو براتيك وحتى الثمن ديالو فهو رخيص. ثاني حاجة كاين هاد المارش بيي أو كرسي علاش كيطلعو الوليدات الصغار إذا كان لافابو الحمام أو شي حاجة عالية عليهم. هو مصنوع من البلاستيك ولكن من نوعية الجيدة، فغيمون متين بزاف، يمكن تحطوه حتى في غرفة وليداتكم وتستعملوه ككرسي للجلوس، وكيبقى الثمن ديالو في المتناول. ندوزو دابا للاواني. كاين هاد الطبيصلات البويض كيجي الشكل ديالهم غارق شويه، تيليقوا لبات اولا القطنيه، غير هي حاجه وحده ما تستعملوهمش حتى يكونوا ناشفين مزيان من الماء باش ما يتهرسوش في حاله ما الا حطيتو فيهم الماكله سخونه. وشوفوا معايا هاد لاكغاف او الغراف باللغه العربيه، واللي هي اصل هاد التسميه، مصوب من الزاج، الشكل ديالو زوين بزاف، تقدروا ديروا فيه الحليب العصير او الماء، وتقدروا ديروا حتى فاز للديكور فكيجي الشكل ديالو زوين. كاين حتى هاد البول الكبير الزاج، ثقيل بزاف وغارق، يمكن تخلطوا فيه الكيك او لي سالاد، والثمن ديالو 20 درهم تقريبا. وعندهم حتى الزليفات صغار الزاج، الشكل ديالهم مدورين، كيليقوا الفلون لي سالاد فخوي، وتقدروا تحطوا فيهم حتى الزبده، الكونفيتور، العسل، الفرماج، علاش لا، وكيجي الشكل ديالهم زوين. وهذا مولد الفران ديال لي غراتان او الكيك، وحتى هو الثمن ديالو كيبقى مناسب جدا، 25 درهم. انا شخصيا كنطيب فيه حتى لي كيك وكيجي مزيان بزاف، سورتو انه كيساعد باش كيبين لينا واش طابت او لا، لانه ترانسبارون. شوفوا معايا هاد الشيتات اللي في الالوان، كاين فيهم الكحل، الاحمر، الزرق، الابيض، متعددي الاستعمال، هما نورمالمون ديال المطبخ، وهادو خرجت منهم سكن العجب، انا دايراهم في الكوزينه على قبل الحوض، وكذلك الماعن في الحمام باش كننظف هكذا الجناب والقناتي الصغار، كنشطب بهم القنيتات ديال الزربيه، كنشيت بهم طلاوه ديال الصالون لحقاش عندي محفرين، وكتجيني صعيبه باش نجبد هكذا لاسبيراتور على قبل تفرتيتات صغار، فهادو كيبقاو عمليين وسهلين، والنتيجة ديالهم فريمون كينقاو مزيان. وهنا كاين لي موشواغ، صراحه انا مجرباهم تقريبا كاملين وكلهم صحاح، ماشي من نوعيه لي موشواغ اللي رقاقين بزاف لا، هادو مزيانين ومتوفرين حتى في الالوان، والثمن ديالهم كيبقى مناسب جدا. عندهم حتى هاد السريبتات ديال المطبخ ب10 دراهم تقريبا من القطن، فيهم 50 على 65 سنتيمتر كبار نيت، كينشفوا مزيان وما كيطلقوش الخمله في الماعن.
وبالنسبه للبواط ديال البلاستيك كاين اول شيء هذا الباك ديال 3 كيعمل تقريبا 14 درهم، الشكل ديالهم مربع، وكاين هذا الباك الكبير اللي فيه 17 البواط واللي كيف ما كتشاهدوا فيه احجام واشكال مختلفه، فيه الطوال والمربعين واللي مستطيلين والصغيرين كاع. شوفوا معايا هاد لي بيتي كوسان لي زوينين بزاف، فيهم لو نوار اي لو بلون، الثمن ديالهم 25 درهم، عامرين باللواط، الشكل ديالهم مختلف، يمكن لكم تحطوهم في بيت النعاس اولا في سيجور حتى هما كيجيو زوينين فيه. وبالنسبه للمبل الحمام كاين هذا اللي فيه 4 نيفو اون بلون، مصوب من البلاستيك ولكن من النوعيه الممتازه، صحيح بزاف واللي شافو ما يقولش عليه راه بلاستيك، ويلاه جابوه حتى في لونوار غير هذا الشهر، وكيبقى هذا المبل هو ارخص واحد في ايكيا. قدروا تنظموا فيه الاغراض ديال الحمام، تحطوا فيه الفواط اولا سليلات فيهم لي شامبوان لي كريم لي جيل دوش الى غير ذلك، وكيجي الشكل ديالهم انيق. صافي، وهادو لي بروس ديال التواليت تقريبا 11 درهم الثمن ديالهم، فيهم جوج الالوان البلون اي لو نوار. وهنا بغيت نشارككم حتى هاد المنظمات اللي كيعجبوني بزاف، كيجيو في الادراج سواء عند المطبخ، خزانه الملابس او المكتب، يمكن لكم تحطوا فيهم المعالق لي فورشيت او لي ستيلو وباقي الادوات المدرسه، وتقدروا تنظموا بهم حتى التقشرات والحوايج اللي صغار بحال مقابض الشعر ولي زيلاستيك، وفي درج واحد كيجيو 3 او 4 على حسب الحجم اللي عندكم. وكاين هاد العلب اللي كبار ب 18 درهم تقريبا في لونوار، مصنوعين من البلاستيك، تقدروا تجمعوا فيهم الالعاب د وليداتكم او ديروا فيهم حتى مواد تنظيف. وبالنسبة للمصابيح كاين هذا اللي في البيض ب 35 درهم على شكل غيمة صغيرة، كيجي اكثرية في غرف النوم ديال الاطفال. وهنا لي طابي كاينه هذه ب 13 درهم، فيها 35 على 55 سنتيمتر، كتحط قدام الباب ديال الدار، كتجي هكذا مخططه، وكاينه حتى هذه ولكن فيها جوج الالوان الكري والزرق، دابا دايرين ليها 10 درهم في بلاصه 15 درهم، وفيها تقريبا 38 على 57 سنتيمتر، يعني اكبر من الاولى شويه. وبالنسبه للساعات الحائط عندهم هذا الشكل اللي مدور، كيعمل 29 درهم، سامبل وصغيره، كتجي في المطبخ في غرف النوم وحتى في المكتب. ودابا غندوزو لاكثر بلاصه كتعجبني في ايكيا واللي هي ديال الديكورات. اول حاجه عندهم هاد لي فاز الزاج، تقالين بزاف وشكل ديالهم زوين، كيجي فيهم هاد الورد المجفف، كيعملوا تقريبا 20 درهم. بغيت نوريكم حتى هاد لي بورت بوجي الصغار ديال الزاج، الشكل ديالهم زوين بزاف، كيديروا تقريبا 7 دراهم، وهادو انا كنستعملهم حتى في الاكل، كنحط فيهم البيض، فماشي من الضروري انكم تشريو الحاجه وتوظفوها غير في استعمال واحد، لا، يمكن لكم تصرفوا فيهم كيف ما بغيتوا. كاين حتى هادو اللي اكيد غتكونوا شفتوهم عندي في الفيديوهات السابقه، هادو دي بورت بوجي اون ميتال في البيض، كيجيو مشبكين من جناب، تقدروا تستعملهم كطبيصلات الكيك الكاطو المكسرات الى غير ذلك، الجوده ديالهم عاليه، انا غسلتهم شحال من مره بالماء وما تقشروش ليا بالمره، بالعكس بقاو كيف ما هما.
وبما انني دايزه من الجهه اللي فيها الشمع بغيت نوريكم هادو اللي لقيتهم دايرين فيهم تخفيض. هاد الباك ديال لي فوتوفوغ ولا غير ب 19 درهم تقريبا، فيه ثلاثه الالوان وكتجي فيهم الشميعه في الوسط. وعلى ذكر الشموع، كاين هاد الباك ديال الشميعات الصغار في اللون الاخضر، فيه 30 وحده ب 29 درهم. عندهم حتى هاد لي كاشبو في لو غري ب 5.50 درهم، تقدروا تحطوه في المطبخ في الحمام او في النوافذ، وكيجيو فيهم لي بلونط في الوسط. وهنا الفوق كاين هاد العلب ديال الشموع، فيهم 8 الوحدات ب 12 درهم في بلاصه 19، لانهم دايرين فيهم تخفيض. كاين فيهم جوج الالوان، الغوز الفاتح والغوز الغامق، هادو ما معطرينش غير شميعات عاديين. غنختم لكم الجولة اليوم بهاد لي لونتيرن مربعين، ثمنهم الاصلي هو 29 درهم، ودابا كيديروا 17.50 درهم بالتخفيض. عندهم هاد لي جديده من الفوق كيتهزوا منها وكتجي فيهم الشمعة الوسط. كنتمنى ان هاد الفيديو تنال اعجابكم وتدعموها بلايك. شكرا بزاف لحسن المشاهده، الى فيديو جديده باذن الله تعالى ومشيئته. بسلامه.